يلا بينا. هاي اصحابي عندي حلقه جديده، يلا شوفوا معانا هناكلوا ايه. يلا بالظبط ده بجد لسه كل بالظبط قوي، بقالي كتير يعني ما اقول لماما ان هي هتاكل بالظبط. انا والله انا كان نفسي في الكدوبه والقلب والحاجات دي. اصحابي كنت عايزه اقول لكم حاجه، ان انا لقيت لعبه جميله جدا 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 ممكن الاطفال كل في السن الصغير يلعبوها. هي عباره عن كروت، الكروت دي بيبقى يعني هي مش غالية خالص، ماشي، بتلاقي عند أي حد بتاع لعبة بيبيع العلبة، ماشي، دي بيبقى فيها زي الرقمين اللي بتطلعوا أكتر من الرقمين اللي بعدي، يعني هما بيطلعوا الرقم اللي هيبقى أكتر منه يبقى هو الكسبان. لعبة سهلة جدا وممتعة، لقيت كل جربوها، هي اسمها صانع اللعبة. أنا بنصح هجيبك. فدلوقتي رايحين عشان ناكل البيتزا. انا اخترت بيتزا مقطعه، مش العميق خالص. انا عايز بيتزا بالقطع، انا اخترت بس دوق ولا قطع الفراخ احسن، اي حاجه اللي انت عاوزينها. بس ايه؟ انا عايز مش كل حاجه مكتوبه الصدوق، بحب الصدوق بس مش للدرجه دي. عايزه اكل وانا عايزه فرينك. ماشي كده كده طالعين ورايا واقفين من دلوقتي. بس تعالوا انتوا قاعدين هنا بقى. محسن ضم الست كده جنب الدنيا. ايه يا Yeah.
خلاص ماشي شكرا يلا بينا طب تعالوا يلا قولي لي عملتوا ايه بصي كرتون كانوا عاملينه ايه شوفتي ايه قالوا لي فيه كان في كده حاجات كده كان في فرخه كده بتتكلم وبيقول يلا بينا رايحين لا الدبدوبة كانت في الاخر انبسطتوا يعني؟ اه كان قال لنا وجبة فطار احنا رايحين نتصور عند الباربي بص العيد اللي احنا شفناه في بص احنا دلوقتي رايحين نتصور عند باربي باربي دي بنات بس هتتصور معانا فيها؟ يلا يلا بينا يلا يا ادم ايوه اوفي جنبك ماشي انا اهو انا اهو انت عاوزه بالشوكولاته زي ماشي هجيب لك واحنا ماشيين يلا لا كنا كوني فليكسي ببلاش قلت له ايه؟ قلت له معلش انا عايزه اشرب طب يلا بينا قلت له مصر انت متفهم ايه؟ بجد؟ بتاكلوا ايه؟ ده اسمه تبيز ماما كوكي بيمشي عشان خاطري يا ماما سيبيني ماشي ماشي يلا هتقعدوا فين؟
هنقعدوا فين؟ عيب يا ليان، عيب يا ادم، شكوك عيب. هي ثواني يا ادم. يلا ليه احنا عايزين؟ طب انتي هتاكلي؟ لا مش عايزين. هقطعوا لك يا لولي. هتسهل كنت يا دمشق.
خلاص انا ماشي 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 اعمل ايدك كده كده زي ما ادم قال لك طوارئ بقى في جوه كل دي بحكي لها دول سلام.